خلونا الحين نبدا بحشوه المسخن. شوحت البصل مع زيت الزيتون لحد يذبل تماما، بعدين بضيف عليه البهارات اللي هو سماق وفلفل اسود وملح. بعدين نضيف صدور دجاج مسلوقه ومقطعه صغار. طبعا بيتزا المسخن حالاتها في الاشياء نضيفها بعدين على البيتزا. عندي هنا صوص الزبادي والطحينه، في صنوبر محمص، بقدونس، دبس الرمان، بصل مقلي. تفنني في هالاشياء هي اللي تعطيها طعم.